وقال البراء بن ربعي الفقاسي: أبعد بني أمي الذين تتابعوا، أرج الحياة أم من الموت أجزعوا؟ ثمانية كانوا ذؤابة قومهم، بهم كنت أعطي من أشاء وأمنع. أولئك إخوان الصفاء رزئتهم، وما الكف إلا إصبع ثم إصبع. لعمرك إني بالخليل الذي له علي دلال واجب لمفجع. وإني بالمولى الذي ليس نافعي ولا ضئري فقدانه لممتع.